رمضان كريم علينا وعليكم إنعاد بالخير والبركة وعلى الأمة الإسلامية وعلى الشعب العراقي أجمعين إن شاء الله. وياكم حسين من النجف الأشرف بعطور. رمضان حلوة، أجواء جدا حلوة، ننتظره من السنة للسنة، يعني واحد ينتظر 11 شهر لحد ما تجي هاي الأجواء الحلوة. بس جاي نشوف فرق شاسع بين سنة عن سنة، لعله اختلاف سعر الصرف، لعله الحياة جاي تصير صعبة سنة عن سنة، صعبة تصير. احنا كنا سابقا يعني اذكر بسنين سابقة، اتذكر زيارة الاهل والاقارب كلها تنجمع بيت واحد، حاليا جاي يصير الامور كل من يركض على عيشته يطلع من الصبح لليل. يعني احنا يعني حاليا والله جاي ارجع ساعة 3 بالليل لأهلي، كله على مود العيشة. يعني رمضان أجواء وين كنا يعني ننجمع ونتونس والأقارب كلها تنجمع، يعني فرق شاسع. أبارك على الأمة الإسلامية جميعا، رمضان الخير، رمضان المبارك علينا وعليكم جميعا. والله بالحقيقة احنا جينا اليوم لزيارة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بهذا اليوم المبارك، وهو 7 من رمضان، ونبارك على الأمة الإسلامية هذا الشهر الفضيل. والله بصراحة بالنسبة لرمضان الآن يختلف عن رمضان قبل. رمضان قبل كانت مضايف وكانت زيارات بين الأهل والأحبة وكان بين الناس تألف، الآن التواصل الاجتماعي ما خلى شيء هذا الشيء بين الشباب وبين الناس. الآن يخلص من الفطور رأسا يلزم الموبايل ويبقى يلزم الموبايل لغاية فترات كبيرة من الليل، ولا يذكر مثلا بها دعاء افتتاح ولا مثلا زيارة ولا أدعية ولا أعمال. فهذا الشيء اختلف عن قبل بصراحة، وانا احث الشباب والاسلام والمسلمين على هذا الشيء، انه بشهر رمضان ان يتقيد من هذا الشيء ويبدي بشيء جديد، لان هذا شهر خير، شهر التسامح وشهر الغفران للمسلمين. وبصراحه احنا ما جاي نحترم ايام رمضان مثل قبل. ايام رمضان كانت حلوه، تجي تفطر وتكمل لغايه الساعه 10 11 تنام، تقعد بالسحور تتسحر وتصلي صلاة الصبح وتنام وتمارس عملك. الآن الناس كلها قاعدة للصبح، يعني قاعد للصبح، ماكو فايدة بهذا الشيء، لا من ديانة ولا من شو اسمه، يعني الشغلة بس عملية تكنيك وعملية مراسلات وشغلات تافهة ما بيها كل فايدة للمجتمع. واحنا نأسف لهذا الأمر. والله رمضان ما يتعوض، ورمضان بالنسبة يجينا شهر واحد بسنة، المفروض نستغله استغلال صحيح واستغلال في عبادة رب العالمين وزيارة أهل البيت. الآن الناس كلها مشتغلة بس بالموبايل وبالتواصل الاجتماعي وبشغلات ما بيها فايدة. فيعني المفروض هذا الشهر نقدسه ونعطي حقه لله سبحانه، لأن يعني هو شهر الله، شهر الله، هذا الشهر معروف يعني ونزل به القرآن بليلة القدر، وشهر مفضل عند الله. رمضان كريم عليكم. احنا اليوم دنشوف العمل النجف الاشرف وباقي المحافظات، يعني عمل كلش دي يصير بطيء، يعني بطيء جدا. السبب ان عليك تعرفون اليوم احنا صرف الدولار دنعاني من عنده بشكل عام، يعني احنا اصحاب محلات وتعرف ايجارات زين، احنا نحس اكو اضرار كلش قوي بالنسبه لعملنا زين. نتمنى انه يسوي لنا حل، انه قضيه الدولار يعني انه دنعاني كلش من عنده. اتمنى انه الحكومه العراقيه توقف الكسبه وشوف انه اليوم احنا زوار يدخل لنا، بس تدخل مدى ماكو مبيعات مشتريات، نشكي من شغله الدولار.
هاي الأجواء الكريمة العطرة وهي أجواء شهر رمضان. جينا نزور وندعو للأهل والأحبة والأصدقاء والأقارب ومن له حق علينا طبعا. شهر رمضان المعروف عنا شهر رمضان شهر الخيرات والبركات والطاعات، وتعرف أجواء شهر رمضان إلها تقاليدها الخاصة من خلال العبادات، من خلال الزيارات، قراءة الأدعية، ودائما وراء الإفطار الناس عندها طقوس خاصة، طقوس خاصة، اللي يزور الأقارب، اللي يزور العتبات والمراقد المقدسة، اللي يروح يزور الأحبة، وأكو هناك طبعا أمسيات رمضانية العالم تجتمع وتتلاقى. بس أكو أشياء في هذا وقتنا يختلف عن قبل فد 15 سنة فد 20 سنة، يعني كان التراحم والتوادد أكثر، كان الزيارات الأحبة أكثر. تعرف هسه الأجواء الرمضانية اللي يعيشها الفرد العراقي صعبة، صعبة، صعبة جدا، خلال غلاء الأسعار، غلاء المعيشة، الفرد العراقي يا دوب يحصل لقمة عيشة. يعني مثلا نتكلم عن الأسعار، الأسعار جشع التجار قام يحتكر المواد الغذائية قبل شهرين من شهر الطاعة والغفران. مثلا المواد الغذائية نسولف بصورة عامة، يعني قامت تنزل في شهر رمضان، المواطن ما يقدر على تحملها وما يقدر على شرائها، لذلك تشوف العالم نفرت، تأذت. أنا خصوصا أنا يعني تعبير الشخصي أقول لازم هنا أكو رادع، وهي الحكومة، رادع على أن توقف من هيج حالات، يعني الغلاء، لأن المواطن عينه عليه من بعد، هو عينه على 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 حكومته. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني الحكومة لازم تنظر للشعب نظرة رحيمة رؤوفة، حتى هذا الشعب من خلالها يقدر ويتمكن على تكون لقمة العيش سهلة وبسيطة. ليش هذا العناء؟ فإحنا من خلال قناتكم الموقرة نطالب، ويا ما طالبوا قبلنا، ها، أن الحكومة تنظر لهذا الشعب، تنظر لنظرة المواطن العراقي ما يريد، ما يريد، لا يريد ملك ولا يريد، هاي شوفها كل هالناس تريد لقمة عيش هنية ومستورة وبشرف، وكان الله يحب المحسنين. السلام عليكم، رمضان كريم. رمضان يقولون يعني للناس الفقراء، طلع مو للناس الفقراء، للناس الزناقين، للناس العذها، الفقراء، الفقراء انسحقت، الفقراء كتلت جوع، الفقراء قعدوا بالبيوت، قعدوا بالبيوت قاموا يداينون وياكلون. ناس هسه عندنا هنا بياع الله شاهد قاموا يداينون وياخذون الفطور يعني للبيت لعيالهم، ناس قاعده بالايجار، يعني حتى الله بالفقره، دير بالكم على الفقره، يعني ما اعرف. احنا هسه عندنا اكو قنوات جاي تمشي، جاي تفتر، تفتر بالرمادي، تفتر بالفلوجه، ماكو هيك ناس، ماكو جوال محارب، ماكو بياع جوال محارب، ناس كسبه، ناس على باب الله تريد تعيش، لو تشوف لهم صوره حل، لو تخليهم يشتغلون على باب الله. يعني دير بالكم على هاي الناس الفقراء، يعني هم مجاورين امير المؤمنين، والناس ناس ما جايه تعيش، يم امير المؤمنين، يم ابو الحسن علي، ابو الايتام، يصحوا لابو الايتام، والايتام جاي يعني الشرطه جاي تركض وراهم، البلديه ما يخليهم يشتغلون، ما يخليهم يشتغلون، ناس تريد تعيش، ناس تريد تاكل. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله يا رب قبول الاعمال وطاعات. والله احنا مو دائما مثلا طالب تعرفون ملتزمين بعمل وكذا، فنحاول احنا قدر الامكان انه ناخذ الجهال مدية العاب او في شيء مكان ترفيهي نغير عليهم جو شويه ويا هالاطفال الحلوه مدية العاب احنا نغير جو قدر الامكان. رمضان الاجواء كلش حلوه وميت عاد، بس اكو شيء او في الصيغه تغيرت بالاعوام السابقه، تعرفون يعني التواصل الاجتماعي ودخوله وكذا، يعني حس حتى مثلا لمسه الزيارات قبل، يعني خلينا نرجع قبل مثلا 10 سنوات او اكثر او حتى اقل، هاي الميزه ما شفناها من صله الرحم والاقارب مثلا يجتمعون بمكان واحد، هسه لا هاي الميزه ما نشوفها، ما نشوفها هسه حاليا موجوده. موجوده يعني مثلا عندك التواصل الاجتماعي اغلب مثلا اذا تمرض واحد خابره شلونك عيني شلون الصحه كذا الحمد لله سلامات او هيك شيء، هاي الميزه وهاي الخاصيه افتقدت يعني احنا هسه احنا عندنا مثلا مجتمعاتنا، بس احنا نحاول قدر الامكان منهم نحاول نرجعها لاصالتها واللي اشياء اللي احنا تعلمنا وتوارثنا احنا عليها. رمضان الاجواء يعني هي حقيقه ما تنعاد، يعني هو شهر هي 30 يوم نختزلها بال 12 شهر اللي احنا تمر عليها. فاحنا ارجع يعني واقول يعني احنا مو دائما مثلا نطلع، احنا قدر الامكان ويا الاصدقاء ويا الاهل نطلع في مكان نغير جو عليهم، كذلك احنا واصدقائنا مثلا ورا الفطور، يعني مثلا ورا الفطور نحاول ويا اصدقائنا نطلع في مكان معين، نجتمع في مكان معين، هماتين مثلا نروح للعتبات والزيارات المقدسه، ويا رب رمضان كريم علينا وعليكم ينعاد بالخير والبركه. مميز بهذا رمضان اللي لمسته بالعراق، انا جاي قبل 6 سنوات بشهر رمضان الفضيل، شفت اختلاف كبير بالنسبه للاكل والطبقات اللي تنزل على سفره رمضان، انفقدت هاي يعني التقليديه اللي كانت قبل على السفره اللي موجوده في شهر رمضان، يعني فقط خلينا نقول ما اريد اخصص اسماء اكلات او مشروبات موجوده نوع بسيط منها بشكل تقليدي، وانما اشوف جدا اختلاف جذري بما يخص الاطباق الرئيسيه من اكلات غربيه تنزل على السفره اللي موجوده بشهر رمضان، هذا الشيء ما كان موجود اذا نقارنه قبل 6 أو 7 أو حتى 10 سنوات قبل. وهذا الشيء انا اشوفه جدا طبيعي وبالعكس شيء زين، انه الانسان انه يتعرف على اكلات ثانيه يزيد الانسان خلينا نقول بهذا الموضوع يقدر يزيده معرفه ثقافات شعوب اخرى نقدر نكتسب منها مو فقط من الاكل، وانما نقدر نكتسب منها الامور الجيده طبعا بحياتنا الاجتماعيه بثقافتنا بلبسنا، طبعا نركز على الشيء الجيد فقط، يعني برايي نركز على الشيء الجيد ولا نكتسب اي شيء كان، ويا رب يكون شهر خير وبركه عليكم وعلى امه محمد. اليوم حبيت انه ازور مدينه النجف الاشراف واغير جو شويه برمضان، وزرت والحمد لله والاجواء هنا كلش حلوه وجو لطيف وممتع كلش، والاجواء هم حلوه يعني، وزرنا الاقارب واختلف رمضان هسه عن قبل، يعني قبل كانت لمه حلوه تجي العوائل تلتم نقعد سوا نسولف، هسه قليله مو مثل قبل صارت اختلاف جذري كلش يعني بين قبل وهسه، والحمد لله ونحن نمشي بهالطريق هذا ومستمرين ان شاء الله، والله يخلي العراق ان شاء الله ويحفظه. رمضان كريم للجميع ان شاء الله، انا حمزه من النجف، كل عام الشعب العراقي بصحه وسلامه. طبعا اليوم احنا امي سوت لنا وجبه العشاء فطور دولمه انا كلش ما احبه، ونتمنى للشعب العراقي الصحه والسلامه
والاجواء حلوه كلش برمضان. هاي الاجواء اليوم طبعا اليوم طلعنا انا وزوجتي المطعم اليوم السحارنا هنا أنا، والاجواء كلش حلوه كانت، ونتمنى للشعب العراقي الصحه والسلامه والله يحفظهم جميعا. نهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك، نتمنى لكم ليالي رمضانية جميلة. أول شيء شهر رمضان شهر الطاعة والإيمان قبل كل شيء، وشهر صلة القربة. نتمنى من العوائل بالخصوص العوائل اللي النجفية إنه إحنا ندز رسالة يعني من محافظة النجف الأشرف، إنه محافظة النجف الأشرف ليس مدفن فقط، وإنما يتشرفت بالإمام علي عليه السلام مدفن ومسكن، لكن توجد أماكن ترفيهية بيها، وتوجد كذلك بها صلة القربة، وكذلك الأجواء تختلف عن ما أنت تجي تزور وترجع. محافظة النجف الأشرف تتميز بعدة ميزات، حافظت على تقاليدها الرمضانية كباقي المحافظات. إن شاء الله نتمنى أن يكون شهر رمضان شهر طاعة وشهر تقارب بين كل من يكون شلون يعني أنه اللي ابتعد، يعني مثل أقول أنه أنا هواي كنت ناس ما شايفها على مرور السنة ما ألتقي بها غير هذا الشهر، فالله سبحانه وتعالى فضل هذا الشهر على باقي الأشهر أنه شهر طاعة، وكذلك شهر تقارب بين مو بس التقارب بين الأديان أيضا. يعني نلاحظ إحنا المسيحي يهنئ بحلول شهر رمضان، كذلك باقي الأديان يحلون يهنئون بشهر رمضان. نتمنى من الأخوة أدز رسالة يعني الخاصة للأعضاء مجلس النواب اللي يمثلون النجف، وأعضاء كذلك مجلس محافظة باعتبار أكو أنه انتخابات قادمة، الأعضاء مجلس المحافظة أنه يقدمون النجف أكثر. النجف نقول عنها محرومة، يعني ماكو متنفس لعوال غير فقط هذا. اليوم المساحات الخضراء تقريبا اندثرت محافظة النجف الأشرف. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يحل الامن والامان على محافظتنا العزيزة محافظة النجف الأشرف، وكذلك باقي المحافظات. انه المحافظة اليوم محتاجة الى متنفس، الا وهو انه يعني نقول مناطق خضراء قلت عندنا حقيقة ماكو. فشفنا هذا المكان اجواء كلش حلوة، شفنا هذا المكان انه مكان عائلي ومناسب للعائله العراقيه والعائله النجفيه بالخصوص، للملتقى بتقدر انه تونس عائلتك شوي تغير جو هذا المكان. اشكر الكادر واللي قائم على هالقناه، وان شاء الله رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين. هناك عادات اجتماعية في النجف الأشرف قد تكون غير موجودة في مدن أخرى، وهذا رأيي القاصر، قد تكون موجودة لكن أنا في شبابي ومنذ فترة طويلة جدا منذ الستينات عندما يعني أنهيت الدراسة الإعدادية أصبحت من بين الشباب الذين يتجولون في أحياء مدينة النجف الأشرف ليحضروا الأمسيات الرمضانية. الأمسيات الرمضانية كانت تقام في بيوتات معروفة في النجف الأشرف، تتضمن كلمة بسيطة من صاحب الدار وقصيدة شعرية، وتقدم فيها الفواكه الأمور الأخرى البسيطة، وقسم منها تقدم فيها وجبات أكل أحياناً، وقسم آخر يعني يعقد فيها مجلس حسيني على سبيل المثال. بس مو كل يعني مو كل البيوتات، كل بيت وإمكانيته وعاداته الاجتماعية، وقسم منها لا يزال موجود لحد الآن لكن مو بذيك التوسعة. الحضور كان آنذاك
الستينات السبعينات الثمانينات كان حضور نوعي في هذه المجالس، يعني مو حضور كمي، قد يكون بالبيت الواحد 30-40 واحد، لكن تجد الأديب، تجد الكاتب، تجد المثقف، تجد الشاعر، تجد الباحث الإسلامي، تجد الباحث الاجتماعي، تجد الباحث التاريخي يتكلم عن تاريخ النجف، يتكلم على سبيل المثال عن ثورة 18 في النجف التي كانت نواة لثورة 20 في العراق ضد الاستعمار البريطاني، يتكلم عن تاريخ النجف ومقبرة النجف ومن هم الذين كانوا في بداياتهم يعني وفدوا إلى النجف من خارج المحافظة أو من المدن الأخرى. كانت النجف حقيقة آنذاك ليس بهذه التوسعة أو لهذه في كهذه السعة بالنسبة إلى الأحياء. النجف كانت آنذاك تتكون من أربعة أطراف. الطرف الرئيسي والمهم يسمى طرف العمارة، واللي كان موقعه خلف النجف الأشرف من جهة البحر، بحر النجف. وطرف الحويش واللي باب قبلة الآن شارع يسمى شارع القبلة، وطرف المشراق اللي هو الآن موجود الآن تسمى فضوة المشراق، شارع زين العابدين ويعني ملحقاته. كذلك كانت هناك حالات الحقيقة في 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 النجف يعني لها علاقة حتى بالجانب الديني أو الجانب الإنساني. على سبيل المثال كانت هناك مجاميع معينة تبحث عن بعض الفقراء الذين يعني قد يكون يعني لا يستطيعون أن يعني مثل ما يقولون يتناولوا وجبة الفطار أو الإفطار يعني مثل ما يقولون اللائقة. فكانوا هؤلاء الناس الطيبين يعملون وجبات إفطار وتوزع لبعض العوائل اللي آنذاك كانت محدودة، يعني عوائل الفقيرة في النجف كانت قليلة جدا. وكذلك كانت تقام ندوات وأمسيات في داخل الصحن الحيدري الشريف. كانوا خطباء منهم كان مثلا الدكتور الوائلي رحمة الله عليه وغيره. بعدين بعد الحرب العراقية الإيرانية النجف توسعت بسبب الهجرة المعاكسة، يعني كانت هجرة من البصرة من الناصرية من العمارة، توسعت النجف. عندما توسعت هذه العادات أصبحت يعني أصبحت قد تكون لأهل النجف القدامى فقط، أما الأطراف الأخرى تصير بها أمسيات يعني اجتماعية، تصير بها جلسات. قلت لك كان النجف سور معين وأربع شوارع وأربع أطراف، حتى الشوارع الرئيسية كانت مو بهالمستوى.